أهلا ومرحبا بكم في ملخص صغير ليومي داي. يومي داي إيفينمون في نسخته الأولى صار نهار 25 مارس 2016 في مدينة العلوم في تونس. الإيفينمون عرف حضور جيد وبلغ عدد الحاضرين قرابة 300 شخص. يومي داي يعتبر من المناسبات الكلاسيكية في تونس بما أنه البرنامج كان معتاد، ورغم هذا فإنه التجربة الأولى عرفت نجاح كبير وإعجاب كبير من الحاضرين. الإيفينمون كان فيه شو كوسبلاي ومكان خاص للكاراوكي ولألعاب الفيديو. الحاجة اللي تجلب الانتباه هي النظام اللي كان في الإيفنت وحسن التسيير، رغم انه منظمي يومي داي كانت ليهم التجربة الاولى في تنظيم المناسبات. كان هذا ملخص صغير ليومي داي، نتلقاه ان شاء الله في ملخص اخر.